مع بداية هالأسبوع بدي حييكم مشاهدينا، وبتمنى مع كل هالشوب يلي نحن هلأني عم نشعر فيه، وبعرف ناس ما عندها كهرباء ما عندها اي سي قدي اليوم عم تختنق على الطرقات، ولكن الأهم من هول كلهم انه ننتبه كتير 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 لتجنب الحراية، لأنه أقل يعني سيجارة ولا اي ولعه صغيره يعني بتعمل حريق طويل عريض. نحن بغنى اكيد عن الحرائق، لانه بهالفتره هيدي كثير معرضه الغابات، معرضه الحشايش، معرضه الامور انه يكون في حرائق. من هيك بدنا نكون كثير عين سهره، ولا سمح الله في حال بلش حريق دغري اتصال بالدفاع المدني على 125. معلومه بمعلومتنا لليوم، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت ببيان أنه بناء على المادة الثانية من قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 252 تاريخ 9/3/2021 يعادل عمل بالمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22 تموز 2020 المتعلقة بأوقات سير الشاحنات بمحافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/4/2021 وتقضي بما يلي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9:30 صباحا، ومن الساعة 4 للساعة 7 من يوم الاثنين ليوم الجمعة، ومن الساعة 12 من ظهر كل يوم سبت لغاية الساعة 0 من صباح الاثنين الذي يلي. يمنع خروج السهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 4 وحتى الساعة 7 طيلة أيام الأسبوع. يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة إلى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاق بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد واللي زعنيه. يطلب إلى سائقي الشاحنات والصهاريج أخذ العلم والتقيد بالأوقات المذكورة أعلاه وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. من المسؤول؟ نائب نعيم خليل كنائب مصدري الفاكهة والخضار، يعطيك ألف عافية. نائب عم تسمعني؟ أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحي. صباحك، بدك توطي التلفزيون من عندك نائب لو سمحت؟ إيه اسمعني. نائب، شغلتين مهمين يعني كنا حكينا عنهم. أولاً لما كنت ضيف نحكيت عن ضريبة كانت فرضتها مصر، ومع زيارة وزير الزراعة بحكومة تصنيف الأعمال الأسبوع الماضي، وكان هناك إيجابية من قبل إخواننا المصريين. شو صار بهالضريبة هاي؟ فعلا يعني نحن من اليوم خلال محطتكم الكريمة، يسعد صباحك ونهارك سعيد إليك وكل سامعينا والأم تي في، بقى من خلال المحطة الكريمة بدي واجه تحية كبيرة كبار لأخواننا المصريين رئيسا وحكومة وشعبا. تحية فعلا، تحية أخوية فعلا. جماعة لبوا طلب معالي وزير الزراعة خصوصا على مصر، طبعا هي مشكور بهالموضوع فعلا، وحافظوا على الاتفاقيات نحن وياهم. بقى كان فيها ورجع كل شيء طبيعي الحمد لله، نحن وياهم الأمور طبيعية الحمد لله. يعني ألغيت الضريبة؟ كل شيء رجع طبيعي الحمد لله، نحن في اتفاقيات مش الحال، صير حافظ عليها يعني، جماعة حافظ عليها. بدي وجه تحية كمان لسفارة لبنان في مصر، وتحية سفارة مصر في لبنان، وكل من اهتم معنا من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب مئاتي، ووزارة الاقتصاد في لبنان، وكل اللي ساعدونا بهالموضوع فعلا رجعت أمور طبيعية. وتمنياتي أنا على كل المسؤولين في لبنان ظل علاقاتنا جيدة جدا مع كل الدول اللي بنصدر لها عربية أو غيرها. هذا هو.
خصوصا انه مصر كمان في ايجابية تانية بموضوع التفاح بتصور فيما بعد. هلا هي الايجابية الحمد لله على كل انتاج لبنان الحمد لله ماشي الحال. ولا هي نحن موسمنا سنة واحد الحمد لله بكل الفواكه الصيفية والفواكه اللي جاي وراها التفاح والعنب رح يبلشين يعني هلا بلش تفاح التموز بسموه هلا حاليا بعد الشهر هذا وراء بيجي بحسب المناطق بالتتابع بيمشي حتى يوصل على جبل لبنان شهر 9 على الجبال العالية. الوسط أوضح قال قبل شوي بقى كل الانتاج اللبناني الحمد لله الأمور ماشية حلوية. إن شاء الله بتضل جيدة وتضل على أكمل وجه. نحن المصريين بهمة مسؤولين نضل على علاقات كتير جيدة مع كل الدول وخاصة نائب كمان شغلتين الأسبوع الماضي كمان إيجابية تانية هي تدشين سكانر على المصنع وهيدي شغلة كتير كانت طلب مزمن وهيدي شغلة كتير بتريح إخواننا العرب خصوصا بالتصدير البري. إيه نعم هيدي كان في ساعة اللقاء كنت أنا موجود فيه دعوة مشكورين لعيونا هيدي برعاية دولة الرئيس سيد نجيب مئاتي وبممثلا بوزير الأشغال الدكتور علي حمية. نعم وبوجود وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ووجود وزير الصناعة. شو أهمية هالسكانر قديه بيقدر يخدم تصدير نعم يعني كان في فعاليات كان في لقاء كثير جيد هالسكانر فعلا جيد كثير بالنسبة وجوده وكل السكانرات صارت موجودة كلها جيدة على الحدود عم نصدر فيها إن كان بور بيروت وإن كان مطار الحريري وإن كان المصنع فعلا وإن كان بور طرابلس كلها سكانرات حديثة موجودة والمشكوك والأمن إن كان جمارك والامن كله عم بيقوم بدوره مضبوط بسكانر او غير سكانر والمصدرين يا وزير بيكر بلبنان من يحافظوا على اصول التصدير ومن يحافظوا على اسمهم وعلى الدول اللي يصدروا عليها والحمد لله المصدر عندنا بيحافظ على الدول اللي بيصدر عليها مثل بيحافظ على اهل بيته وعلى نفسه لانه له تاريخ الناس له اسماء محترمه على خط الدول العربيه كلها على غيرها يعني عم بيشتغلوا باصول وكذا بوجود سكانر وقبل سكانر خاصة أن الإسكانية تطمين لكل اللي كان مشغول باله. تمنياتنا على المملكة الخير السعودية ترجع تعيد النظر باستقبال إنتاجنا الزراعي من لبنان مثل ما كنا بالماضي فعلا أو تسمح لنا بالمرور من أراضيها على الدول المجاورة لأنه شحن البحر عم بيكلفنا ويتأخر كثير لأن البر أسهل بكثير. هذا بتمنى وهذه الإسكانية تطمين لكل فكره مشغول بموضوع الشحن فهذا يعني الحمد لله كان شغله جيده جدا. بيبقى في موضوع الضريبه الغاء الضريبه على مع سوريا. ايه الغاء الضريبه سوريا مع خبرتك المره الماضيه حكينا انه نحن استطلعنا مشوار على وزير الزراعه لقاء نقابات وطلبنا وعدونا امبارح بيقولوا لي وزير النقل بيوعد وزير الزراعه انه في حلول كثير جيده يا شايله بالمره يا فيها تخفيض كبير هيك هي وعد بس بعد اللي ما لمسنا شيء بعد القصه مثل ما كانت بس هي متاملين تنشال هي لان كثير هي المزعجه وتاثر على المزارع وعلى المصدر والمزارع والمصدر بيكملوا بعضهم هو يا مزارع بيك اذا ارتاح المصدر ارتاح المزارع نعم هذا شيء لازم قضيه هي الضريبه زمان بنحكي فيها ولازم تنشال يعني مفروض بانتظار يطلع وفد لبناني رسمي الى سوريا للتفاوض بهذا الموضوع. هي شغله الحكومه اللي تعرفها، اليوم لحد الان بس بعد الضريبه موجوده، نحن طلعنا من شهر ونص وفد نقابات بهمه وزير الزراعه وعملنا اجتماع كبير وكان موجود وزير الزراعه وكان في اتحاد اربع وزراء العراق وسوريا والاردن يوم اللقاء رباعي الوزراء الزراعه والوزير لبنان، وكان وطلبنا بالاجتماع انه هالضرائب الموجوده هيدي كثير وخاصه الشاحنات بتروح على العراق تدفع ضرائب قد حق نص البضاعه او حقها بقى كثير هذا الشيء بقى ونحن بحق اخوي لنا حق نطالب فيها هيدي وجيري بقى هلا متاملين خير وفي وعودات دائما بس هلا همه مسؤولين هون يضلوا يشدوا حالهم هلا عن جديد بعثنا وزير الاشغال وزير الزراعه انه في حلول واعدينه فيها بس ان شاء الله تتنفذ هيدا يعني هلا ان شاء الله تتنفذ الوعود باقرب وقت لانه اذا رجعت هيك الامور انتعشت على الطريق البر والغيت هذه الضريبه او الرسم يلي هو مرتفع لدرجه يعني
بيوجع مثل الواحد بيقول، وهيدا طلب مزمت كمان وصرتوا موعودين عدة مرات. هيدي شوي كمان بتسهل أمور التصدير وبتخفف أكلاف على المصدر. نعم نعم، هيدي اليوم نحن اليوم لبنان يزروا وضع خصوصي، وضع اقتصاد لليوم، وضع لبنان الموجود فيه نحن الوضع اللي نحن فيه اليوم شوية التفاتي لأنه كثير وضع سيء. وأنت التصدير اليوم بيرجع يتنشط شوي لأنه هو اللي بيجيب العمل الصعب على البلد، وخاصة قطاع الزراعة بيتنشط شوي، واللي بيتنشط المزارع بيتنشط المصدر، بيتنشط المصدر بيتنشط المزارع. المهم بتبقى الأسعار، المهم الأسعار تبقى بالبنامي متناول المستهلك اللبناني مع النوعية الجيدة. يعني هلا كل المواسم طالعة كلها مع بعضها، المهم يكون في عنا شوية أسعار هيك تقدر تناسب جيبة المواطن اللبناني، خصوصا هلا انه عنا كمان استهلاك بسبب الحمد لله انه عنا كثير مغتربين اجوا عنا كثير. نعم ان شاء الله، لا النوعيه ان شاء الله كويسه، ان كان من المياه اللي عم تشرب منها نظيفه، ان كان الفواكه كلها نظيفه والخضره نظيفه الحمد لله. بس انما في كلفه كبيره على المزارع وفي كلفه على المصدر بالنقل وغيره، وانت عارف في المنافسه برا كبيره، والمزارع في كلفه كبيره بكله بالعمله الصعبه. بقى ان شاء الله انه الامور يمشي الحال ونشيل هالضرائب ان شاء الله. بس هيدي ايجابيتين اليوم عقبال الايجابيه الثالثه بالغاء الرسوم او تخفيفها. شكرا لك رئيس نقابه مصدري الفاكهه والخضار نعيم صالح، نعيم خليل، اهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتبه. منتابع حلقنا عبر الام تي في، اتصالاتكم على 0444444444. الو، بهالوقت انا بدي اقول انه صدر عن وزارة المالية عدة قرارات بتتعلق بموضوع الدفع، خصوصا بموضوع الدوائر العقارية. فاليوم بزحلة عم يستقبلوا الدوائر العقارية فقط يعني الملفات يلي منتهية، يعني مش ملفات جديدة بس الملفات يلي هي منتهية اليوم عم تتسلم بالدوائر العقارية بزحلة. أما بالكورة فب 20 و27 تموز كمان رح يستقبلوا بالدوائر العقارية بالسجل العقاري بالكورة، رح يستقبلوا كمان كل المعاملات، يعني المواطنين اللي عندها معاملات صارت جاهزة للتسليم. صار في اتصال كمان، بعد في شيء بموضوع وزارة المالية. وزير المال اليوم أصدر عن تعميمين، الأول مدد فيه لغاية 10/8/2023 مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها وتقديم طلبات الاسترداد اللي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل. أما القرار الثاني فتمديد لغاية 31 تموز 2023 مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأييد الضريبة العائدة لها. وهالقراران اجوا نتيجة أكيد اليوم إنه هيدي فرصة ليتمكنوا المكلفين من دفع ما يتوجب عليهم دون غرامات. إذا المديرية العامة للشؤون العقارية رح تفتح أبوابها بالسجل العقاري بزحلة والبقاع اليوم ونهار 20 و27 بالكورة. باخد اتصال. ألو ألو ألو، مدام ناديا أنت معنا؟ ألو مدام ناديا أنت معنا؟ مدام ناديا بونجور. يعني ما بعرف إذا يمكن تأخرنا لناخدها أو بعدها منا على السمع معنا، بس في حدا على الخط كان، نحن كنا مضطرين ناخد الاتصال. اتصال آخر. ألو 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 بونجور. إيه بونجور. كيف
مدام ريبيكا، انا بس بدي اخذ شوي من وقتك بعتذر. كتبت رساله مفتوحه للبرلمان الاوروبي، ممكن مرقها على الهواء؟ شو بتقول هالرساله؟ مش كتير طويله بس بالفرنسي بعتذر. لا اعطيني اياها، اعطيني شو فحواها. شو فحواها؟ بتقول انه انا مواطنه لبنانيه عم بحكي باسم كل اللبنانيه من كل الطوائف. انتو يلي عم بتحكوا بحقوق الانسان وعم بتحاربوا قلة العدالة، من اي حق بتسمحوا لنفسكم تقعدوا تحكوا محل الشعب اللبناني؟ شعب مرهق كل يوم عنج عم بيقدر يقوم باموره اليومية من وراء الكريز ايكونوميكي اللي مش مسبوقة. من اي حق انتو بتسمحوا لنفسكم توطنوا مليونين ونص تقريبا سوري ناسحين يلي اكتريتون راحوا على القطحة عيدوا الان على ببلادهم رجعوا، وهيدا اكبر دليل انه ما عليهم خطر. حضرتكم بما انكم عم تعطون مساعدات اكيد ما بقى رح يحبوا يرجعوا على بلادهم. انا في عندي شغلة بدي اقولها، وكل هالشي قراركم هيدا مشان مصالحكم الشخصية باوروبا. شو هل يعيب الشوم عليكم؟ وين اوروبا يلي منعرفها؟ يعني ما بقى نعرف اوروبا، وجه اوروبا. بعد بس دقيقة، وعم تقعدوا بتقولوا انه انتم عندكم انفلاسيون اللي هي 3% او 4%، شرفوا لعنا شوفوا عنا 350% لبل اكثر تضخم، ونحن عم ندفع كهرباء وتليفون ومي وكل شيء عم نقوم بواجباتنا تنساعدهم. شو هالوقاحة يا سيداتي ويا سادي؟ أنا باسم كل الشعب اللبناني من كل الطوائف بقلكن لا وألف لا، لأنه علينا نحن القرار مش لألكن. بيانا فو انسيتوين لبناز أندولوري. بتشكرك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو ألو ألو. إيه تفضل مسيو. ألو بونجور مدام ريبيكا، يعطيك العافية. أهلا بونجور. ألو تفضل. شو عم بسمعك؟ أنا مريض الدياليز. نعم أنا مريض الدياليز بمستشفى شرق الأوسط. أوكي. نعم عم نعاني بالصالة من عدم تدوير الاي سي بقلب الصالة إلنا من وقت الكورونا، عم نموت ونعيش وما حدا عم يتطلع فينا. كينا الإدارة مرتين وثلاثة وشارين المكنات وحاطين كيف فينا، ما عم بدورون مع إنه كل شيء عم نتحمله نحنا، إن كان الأدوية والأكل وكله. الإجحاف بحالنا هنا مش مقبول، وفي مرضى عم تموت معنا من ورا الشوب. بقى اعملي معروف تأمينا بالموضوع لو سمحتي. أهلا وسهلا فيك. يعني الاي سي كتير ضروري، فكيف المستشفيات واذا على الدياليز؟ يعني انا بفهم كتير منيح المريض اللي بده يقعد عده ساعات وثلاث مرات بالاسبوع وما يكون في اي سي خصوصا بهالشوب هيدا. هلا قديه بدها توفر المستشفى مع انه ضروري يكون في اي سيات؟ يعني هذا الشيء طبيعي. كمان اتصال. الو 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 مدام اهلا تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور حبيبتي، انا عندي مشكله الله يخلي لنا اياكي وهالبرنامج الحلو والام تي في بتفش خلق الناس. عندنا محطه سيلولار في مترين بيني وبينها بزروب صغير عرضه مترين على بيبي دغري للالفا. هلك ربنا بالشحطار يا مدام ربيكا. عم شوف ايديك، هو ايديك بالصوره؟ ايه نعم هول ايدي، هول قدام بيبي انا. وحكينا كتير وشلنا كتير وعملنا كتير مثل بعضها، كل فتره بيجددوا كل ما خلصت الكونترا. ما رح يموتونا ونحن قرايب، لا بدنا قلنا نعمل مشاكل ولا بدنا نعمل، نحن قرايب. بس انا عندي الرويه وبستعمل ادويه سلفي ميت بالكانسر وايد الزبزبات. لك بحكي كلمتين ما بعود فيني احكي. هاي الزبزبات تبع المحطه بتعمل كانسر، وقلنا 20 سنه متحملين وبنحكي بنحكي كانه عم نحكي مع حيطان. رح نموت والموتور تحت بيتي، تحت بيتي مترين، تحت بيتي بزروب تحت بيتي هو والمحطه على بيبي.
رح نجن رح موت انا من الشحطر، ما فيني افتح باب ما فيني افتح شباك، سلفي ميت كانسر وبنت حماية وجوزة على شبابيكنا الشحطر، ما فينا بس نفتح نتف الشحطر بفوت على قلب بيتنا. سوري حبيبتي عم بطوشك انا بصوت. لا بالعكس يعني لأحكي. لا بالعكس لان ما بقى فينا نحكي، وحكينا كتير مثل قلتها مثل قلتها، شو ما بعرف شو بدنا نعمل بربا هيدي المحطة، خصوصا انه يمكن الموتور تابع للمحطة، لانه اذا ما كان في موتور ما بتمشي المحطة، ما هيك ايه مرتبطين ببعض. ايه نعم بعرف انا، بضل ايام بعلق بضل داير ليل نهار، بيركضوا المهندسين تبعولهم بزبطوها، شوفي بس ينطفوا الدخون، ما فينا نفتح بابنا نطل راسنا، هول ايدي من عن بابي انا، هول ايدي من بيتي. نهارا اجوا نظفوا انا مني عارفه وفاتحه وعم يتنظف البيت، جنيت جنيت وحكينا كتير مثل قلتها. هلا بعد رجعوا جددوا للشركه، شو بدنا نعمل؟ ماني عارفه شو هيدا، ما بيصير موتور في مترين تحت بابي، وفي المحطة على بابي، وفي الزبزبات على بابي، يعني نحن اخوة بالبناية اهل كلنا، على حيموتونا من هيدي المحطة، على حيموتونا. ما حدا تجاوب معكم مدام، لا من وزارة الاتصالات ولا من الالفا ولا من سنتين عرفت رجعوا جددوا الكونترا على 10 سنين. طيب بعد فينا رح نعيش نعيش 10 سنين؟ ما بقى فينا، ما في حدا بقى منا بالعائلة، ماتوا من وراء الأمراض والروية. هيدا بيصير وين؟ بالدكوانة؟ ايه نعم بالدكوانة، حد شرطة البلدية دغري عم ابنا شرطة البلدية، وأنا بيتي بلزق شرطة البلدية، في مترين بيني وبينه. يعني عملتوا شيء كتب للمراجع المعنية، وزارة الاتصالات، الألفة، بنت حماية اتصلت فيهم، بنت حماية اتصلت فيهم وحكيتهم مثل قلتها، وقلنا لهم لقلهم يا عمي خافوا الله، ما بقى فينا، ما بقى عم نلحق أدوية، هيدي البخاخات حق قبل وصار، هلكوا ربنا يا ست ريبيكا. لا معك حق يعني، لا أول شيء ما بيصير مترين الدخان، شوفي الموتور بس يدور كيف بينفخ بهالشحطة. لا مبين مبين هذا الشيء، يعني أكيد يعني بيضر بالصحة العامة وبالسلامة العامة، ومفروض يعني قبل ما يتركب كان لازم يتخذ كل الإجراءات، أقله أقله الموتور يكون في عليه صيانة تما يعمل هالشحطار، يعني كمان هيدي إضافية. إيه يا الصيانة بس يجوا يدلي بس يجوا ينطفوا الدخون. شفنا شفنا إيديك كيف عم بتنطفي، إن شاء الله خير، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو ألو ألو، يعني قد ايه الناس بدها تحمل، خصوصا في معنى اتصال. الو بونجور ست ريبيكا. ايه بونجور. الو بونجور، كيفك؟ منيحة؟ ايه منيحة تفضل. يعطيكم الف عافية. اهلا. نحن اذا بتريدي نعم، نحن ست ريبيكا عنا طريق عمرها اكثر من 50 سنة، طريق عليها بنى تحتية، البلدية بتعمل لها صيانة. نعم. علي عوامة كهرباء، أنا أخذ رخصة من الدولة عم بعمل فيها مشروعين، بيجي حدا من أحد الأشخاص بسكرها نهائيا وبيعمر بنصها، عامل فيها بوابة ومسكرها نهائيا، وفي عنا فوق أنا محلني معمل في أكثر من 20 فيلا و30 بيت، يعني في شيء ما له طبيعي، يا في دولة في هالبلد يا ما في دولة. بأي منطقة؟ بدوما. ايه بس البلدية، شو البلدية ما لها دور؟ يعني كيف قبلت؟ والله ما بعرف البلدية، ما زال شكاينا ورحنا عند الدرك ست ريبيكا. ايه وعأساس انه نعم، عأساس انه نحن انا جبت جبت مساحة من الدولة، وقتها اجا وشاف الحجار محطوطين بالطريق قال لي انتم ما عندكم بلدية هون، كيف بيقدر يسكر الطريق؟ ما حدا بيقدر يسكر اذا كان الطريق بتوصل لبيوت، طريق رسميه يعني مش طريق. والله ست ريبيكا، لانه انا ليه عم بحكي معك، انا بس عم بحكي معك مشان هالقصه هيدي، لانه حسيت فعلا يا مشغل الطريق. هي تقلك شغل، هي طريق داخليه بتوصل على كذا بيت، ما هيك 100%؟ طريق اذا بتطلعي بتصوري دوما من حي الله محل، طريق شرعيه، طريق عام مكتوب، طريق عام الا مدخل تاني، يعني اذا سكر من هالمال بيقدر تدخلوا عليه من مطرح تاني.
انا مسكر عم شريعي، ما فيني فوت عم شريعي، انا ما فيني عم استقبل، ما في شيء. اي متى هي صارت؟ هيدي صارت هلا جديده من شهر ونص شهرين. وطيب ومن شهر ونص لهلا ما حليتوها؟ ما في شيء محلول، بعدنا عم بيعمروا بنص الطريق وسكرينها من تحت وسكرينها من فوق، في شيء منه مزبوط. ما بعرف ما مين بقى نحكي. البلديه شو كان رايها؟ والله انا بناشد وزير داخليه اذا بتريدي، اذا في يسمع تكون ممنونه. اكيد بناشد وزير داخليه، بس في البلديه كيف تقبل؟ ولك لو بتشوفي انت مازال من شهر ونص شهرين البلديه عامله حيط كبير، اجوا زرعوا عليه شجر وكان معه مسلحين، وشو صوروا وشو عملوا شو زعبروا وشو طلعوا شو نزلوا، ما حدا بيعرف. سؤالي لك، وين بدوما؟ شو اسم الشارع؟ شو اسم المنطقه؟ دوما حد العين منطقه الفلل. اوكي، رح نحكي اول شيء مع البلديه تشوف شو دورها، واكيد بدكم تعملوا كتاب لوزاره الاشغال كونها طريق، يعني لوزاره الداخليه والبلديات. ونحن رحنا كمان عند الدرك وعملنا تصريح على ما حدا بيدق بالطريق، وممنوع حدا يدق فيها، فيها محكمه، فيها قرار محكمه من الدوله. طيب خليني انتبع لنشوف مع البلديه تشوف شو رايها وبنرجع بنحكي. اهلا وسهلا فيك، ما بذا بلحق صوره اليوم، ما بنلحقها لانه كانت صوره مهمه على مجرور على اوتوستراد، ومفروض اليوم قبل بكره ينعمل بالمنطقه. رح حطوا لنا اياها. ميرسي. يعني معقوله على الاوتوستراد يعني هيدي الجوره مجروب يعني مصيده للناس وما بينعمل؟ يعني هيدي مسؤوليه يا وزاره الاشغال يا البلديه. نحن رح نرجع اكيد نحكي بالتفصيل عنها بكره، بس هذا شيء ما بيجوز، كتير بضر بالسلامة المرورية. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.